يعاني المسلم من الوسواس في العبادات فهل هو تأجيل الزواج في هذا الحال حتى حصل على الصحة هل هو غير متزوج هو متزوج أو غير متزوج غير متزوج يعني الرجل مثل الرجل يريد يتزوج أو المرأة يريد تريد أن تزوج وعندها وسواس مثل لا لا الزواج من أعظم الأسباب المزيلة للوسواس بإذن الله نعم جزاك الله خير يا شيخ ما هي أسباب